تنفيذا لامر صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد نائب القائد العام النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 5000 وحده سكنيه خلال الملتقى الحكومي 2018، شرعت وزاره الاسكان بتوزيع دفعه جديده من الوحدات الاسكانيه بمشروع مدينه خليفه. قال وكيل وزاره الاسكان الشيخ عبد الله بن احمد الخليفه ان الوزاره استقبلت بدءا من اليوم اولى دفعات المواطنين المستفيدين من مشروع مدينه خليفه الاسكاني، مؤكدا ان الوحدات التي يتم توزيعها اكتملت نسب الإنجاز بها سواء على صعيد الأعمال الإنشائية أو أعمال البنية التحتية. نوه وكيل الوزارة إلى أن مدينة خليفة تعد أحد الروافد الأساسية لبرنامج وزارة الإسكان الخاص بتنفيذ ما ورد في برنامج عمل الحكومة بشأن بناء 25000 وحدة سكنية والمنبثقة عن التوجيه الملكي السامي ببناء 40000 وحدة سكنية والسعي المتواصل نحو تنفيذ رؤية البحرين الاقتصادية 2030. وقال الشيخ عبد الله إن حجم الإنجاز المتحقق في عدد الوحدات التي جرى توزيعها سابقا بالإضافة إلى الدفعة الحالية في هذه المدينة يعكس الجهد المبذول لتلبية رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وتوجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بشأن الإسراع في تلبية الطلبات الإسكانية.